مسؤوليات النادي الأهلي. الحقيقة أنه من ساعة ما بدأ البرنامج وإحنا عودنا حضراتكم أن إحنا نعيش معاكم كل ذكرى حلوة عاشها الأهلي، كل لحظة انتصار وفرحة، وده لأن الأهلي دايماً معودنا على الفوز وعلى الانتصارات، ودولاب بطولاته هو اللي يشهد على كل الإنجازات دي. الحقيقة الأهلي عنده ذكريات حلوة قوي حصلت زي النهاردة، زي النهاردة اللي هو 11 أغسطس. زي النهاردة الأهلي هزم روما الإيطالي بثنائية ودياً في استاد القاهرة في 2002، قدر الأهلي أنه يحقق فوز تاريخي على ذئاب العاصمة الإيطالية، وقدم عرض أبهر، 70,000 متفرج حضروا المباراة في استاد القاهرة. سجل أهداف الأهلي وقتها إبراهيم سعيد وإيفلينو، كان أبرز لاعبي روما اللي شاركوا طبعا الأسطورة ديروسي وباتيستوتا، وطبعا فينسو كانديلا وجونسون زبينا، البرازيلي أمرسون، بالإضافة للإسباني طبعا جوارديولا مدرب السيتي الحالي. فابيو كابيلو مدرب روما الإيطالي جه القاهرة وهو مش مصدق إن الأهلي فاز على ريال مدريد في 2001 بنتيجة 1-0، وأكد وقتها إنه مش بيفرق بين الوديات والرسميات، وإنه هيقدم عرض جيد جدا كأنها مباراة رسمية تليق باسم روما والكرة الإيطالية. بس الحقيقة هو اصطدم بقوة المارد الأحمر، تلقى هزيمة بهدفين مقابل هدف. بعد المباراة احتفل الآلاف من جمهور الأهلي بالفوز التاريخي ده في شوارع القاهرة، وطالبوا إدارة الأهلي بلعب مباريات تانية طبعا قدام فرق أوروبية. كمان الحقيقة أنه كنا بنتكلم حتى أنا وأحمد في أول الحلقة أنه قد إيه ساعتها مدرب روما اتضايق جدا من الخسارة دي، وأنه رفض أنه لعيبة الأهلي، بعض لعيبة الأهلي ولعيبة روما، أن هم يبدلوا التيشيرتس مع بعض، وكان مصدوم من الخسارة دي. كمان عايز أقول أنه زي النهاردة الأهلي فاز على غزل المحلة بثلاثية، توج بطل الكاس في عام 93، فاز الأهلي على غزل المحلة في أول مواجهة بينهم في النهائي باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر بثلاث أهداف مقابل هدفين، ليعلن نفسه كده بطلا لكاس مصر الموسم الثالث على التوالي. وقتها المحلة تقدم في الشوط الأول بهدف كان سجله عبد العظيم الشوري في الدقيقة 30، ومحمد رمضان تعادل في الدقيقة 4 من الشوط الثاني. أيمن شوقي نجم الأهلي عزز التقدم في الدقيقة 15، وحسن محمد عبد الجليل اللقب في الدقيقة 30. في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع، كابتن شوقي غريب سجل هدف تقليل الفارق للمحلة. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم نكمل فقراتنا في برنامج السادات.